السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة التشتوشي. النهاردة هنعمل حاجة كويسة، يعني احنا مش بتوع حلويات قوي، بس احنا حبينا الولاد طلبوها وحبينا نعملها لهم. احنا هنعمل ان شاء الله صينية كنافة بالمهلبية او بالقشطة، وكمان هيبقى معانا حاجة كمان تانية، ان هو هيبقى نوعين في صينية واحدة، كريمة قشطة وكريمة مهلبية عادية لبن زي ما احنا عارفينها بالقشطة. المقادير نص كيلو كنافة، ويا ريت تكون مجمدة، وعندنا السكر اللي هو الشربات بتاعها، وطريقة إعداده سهلة، 2 كوب سكر على كوب ماء، ولما يغلوا نحط عليهم نصف ليمونة. معانا كمان معلقتين من القشطة، وكمان معانا شوكولاتة مبشورة، سكر بودرة، معانا كوباية سمن سايحة. هنا دي المهلبية معمولة باللبن، بناخد كوباية ونص لبن، بنحط عليها معلقتين نشا ونقلبهم، بتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه. ومعانا مهلبية تانية معمولة بالكاكاو. طريقة عمل مهلبية الكاكاو: كوباية ونص لبن، ومعاها معلقتين نشا، ومعاهم معلقتين كاكاو، بيطلعوا بالشكل اللي احنا شايفينه كده. مهلبية الكاكاو أو الشوكولاتة دي تعتبر البديل الطبيعي للنيوتيلا، وسعرها قليل جدا، ممكن ب 3 4 جنيه 5 جنيه إن أنا أقدر أعد طبق زي اللي حضراتكم شفتوه، وده أفضل بكتير من إن أنا أجيب برطمان نيوتيلا بحوالي 70 أو 80 جنيه. هنبدأ دلوقتي أول حاجة إن إحنا نجيب صينية وهنبدأ نرص فيها الكنافة. بعد ما الكنافة دي هنكون فرطناها وحطينا عليها السكر البودرة، وأفضل حاجة إن تكون الكنافة دي خارجة من الفريزر عشان تبقى عملية سهلة جدا وإحنا بنعمل عملية الفتفتة بتاعتها أو الفرفطة بتاعتها زي ما هتشوف كده معانا. تابعونا. نضيف السمن شوية شوية عليها، وهنبدأ نضيف السكر البودرة. بتفكيك الكنافة من بعضها، طول ما هي في الفريزر بتشتغل معانا بشكل كويس جدا جدا جدا. هنضيف تاني شوية سكر تاني، وهنضيف عليهم شوية كمان من السمن، ونبدأ بالتقليب الجيد. زي ما حضراتكم كده شايفين، السمن بالسكر البودرة بكله اتشربت منه الكنافة. هنبدأ نجيب دلوقتي صينية وهندهنها سمنة ونبدأ نرص فيها الكنافة. هنبدأ ندهن الصينية بالسمن. هنبدأ ننزل بالكنافة، بنبدأ نقسم كمية الكنافة اللي موجودة عندنا نصين، وبنحطهم في الصينية، وبنبدأ نضغط عليها أوي 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 أوي، ونوزعها في أطراف الصينية بالكامل زي ما حضراتكم كده هتشوفوا. كده بقى هنبدأ بعد ما ضغطت بالشكل اللي احنا شايفينه، هنبدأ نجيب المهلبية وهنوزعها بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها. زي ما حطينا النص الكريمة، هنحط النص الشوكولاتة، وهنبدأ برضو بفرده زي ما حضراتكم هتشوفوا. احنا ما بنخرجش للحروف عشان الحروف دي لسه هتاخد ضغطة كويسة جدا كده هون بالكنافة، وعشان ما تتحرقش. زي ما حضراتكم كده شايفين
هنبدأ ناخد الشوكولاتة ونبدأ ننزلها على الجزء اللي محشي بالشوكولاتة. وهناخد القشطة وهنبدأ نوزعها على الجزء اللي معمول بالقشطة وبالمهلبية. هتيجي المرحلة التانية ان احنا هنبدأ نجيب الكنافة وناخدها رفعة تانية، تبدي في التلاجة لمدة نص ساعة عشان تمسك نفسيها، وبعدين نبدأ نحط الكنافة الوش التاني. بعد ما خرجناها من التلاجة قعدت نص ساعة، بنبدأ نحط باقي النص التاني من الكنافة وبنغطيها، وهنبدأ بالضغط عليها كويس لحد ما تاخد الشكل الطبيعي لصينية الكنافة. زي ما حضراتكم كده شايفين بنبدأ نملى في الأطراف أكتر عشان الأطراف دي مفيش فيها كريمة، والكريمة ما تخرجش تلتصق بجسم الصينية وتبدأ تتلسع ويبدأ طعمها يبقى مش كويس. وبعد كده بنبدأ بالضغط داخل الصينية، هنبدأ نضيف السمن على الوش زي ما حضراتكم متابعين. بعد ما ضفنا لها السمنة زي ما حضراتكم كده شايفين بقى ده الشكل النهائي قبل الدخول للفرن. هنحطها في الفرن على درجة 180 لمدة 30 دقيقة. الشربات لازم يكون الشربات بارد جدا وهي سخنة جدا، وهنبدأ دلوقتي ننزل عليها الشربات. طبعا شايفين السمك بتاع الشربات عامل ازاي، الصينية هتتشرب منه. وهنسيبها لما تبرد وهنبدأ نقطعها. بعد ما طلعناها حطينا عليها شوية جوز هند، ولو حابين تحطوا اي حاجة تانية ممكن تضيفوها. هنبدأ نقطعها وهتشوفوا الشكل من جوه هيبقى عامل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين عاملة ازاي الشوكولاتة باينة جواها. حضراتكم زي ما احنا كده شايفين ادي قلب الكنافة من الداخل، وشايفين السمنة نازلة ازاي، حطينا عليها جوز هند. وهنا النص التاني من الصينية باين القشطة والكريمة موجودة وعاملة ايه، الحشو باين كويس جدا وواضح، ونتمنى انه ينول اعجابكم. قطعتين واضح جدا من الداخل انها دي محشية شوكولاتة او نيوتيلا، وواضح برضو ان القطعة التانية محشية كريمة. دول صينية فيها الطعمين مع بعض بالقشطة والكريمة البيضة، والتانية ببديل النيوتيلا. وزي ما اتفقنا دي اقل تكلفة، حوالي تكلفة النيوتيلا ممكن تكون 10 اضعاف، لكن دي ما كلفتناش اي حاجة زي ما حضراتكم شفتم. وبالهنا والشفا، ما تنسوش تعملوا شير ولايك واشتراك بالقناة.
حاولوا تدعمونا وإن شاء الله تشوفوا حاجات أفضل من كده بكتير. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.